على غرار حملة البلدية لإزالة الحاويات والأماكن التجارية الغير مرخصة بغية تنظيف المدينة وتحسين صورتها لجعلها عاصمة تواكب المدن الحضارية ذات المواصفات الدولية. فبعد جولات سابقة لرجال البلدية في عمليات الإزالة، أنذرت البلدية محليات وأماكن تجارية تتواجد بالساحة المقابلة لمستشفى الصداقة التشادية الصينية بالدائرة الثامنة للعاصمة إنجمينة، ومنحت أصحابها مدة أسبوع من 19 من يوليو تموز وحتى 30 منه لجمع أغراضهم ورفع حاوياتهم وإخلاء المكان. أما مسؤول قسم المحاسبة بمستشفى الصداقة التشادية الصينية حسين هليك سليمان أكد بأن هذه الساحة هي ملك للمستشفى وليس لممارسة الأنشطة التجارية. مكان الأول خلوا لي الإسباس فيرت الوقت الحكومة الصينية وما تشادية وقت الأدلو أدلو خاص كلي إسباس فيرت ما لي تيران هنا إسبلاتاشون نينا كونو أوبيتال ما نقدر ننتو اوتوريزاسيون مكان المشي الكي للتجار يمشي يزور فوق فارماسي ولا يزور فوق اكل. لا 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 اصل ده غير القانون، غير القانون بتاع المستشفى ده. ما بقى مكان ده اول انا اسباس غير نينا. طبعا قالوا لنا من الاوبيتال برا ده ما عندنا دروا، قالوا ده انا الميري والناس جو عندهم اوراق انا الميري. أنا نقول لهم بكان ده ما أنا إسبلاتاشن، قالوا ميري أنتم. وسألنا الميري ويتم كل سألنا ويتم كل أمكن شغل جاي منا وزيادة منا خلاص شغل نقدر نورو ما في غنى ده يقول محل أنتو كلاس مش زي شفتو وفيها بنا كله وفيها فارماسي وفيها ذلك كله قاعد أنتو أصلا شفتو بهم كده. لكن هنا إذا كان المستشفى ما عندنا بهم أي مداخلة معهم ولا اوتوريزاسيون هنا انتنا عندهم ولا حاجه. واي عشان شنو قالوا اسباز ذاتي كما ما هناكو خلاص نينا ما عندنا اي مسؤوليه في المكان ده. كان بقيمه ميري هو بقيمه، كان بخلي ميري هو بخلي. من جانبه نائب عمدة بلدية إنجمينة مانغالي باكبيل بعد جولة تفقدية لهذه الأماكن زاد مهلة بدء عمليات الإزالة لأسبوع آخر حتى يتمكن أصحابها من رفعها وإخلاء ساحة مشفى الصداقة التشادية الصينية. نقول كي جدني فجر نكونستاتي أوبيتال تو أوكيباسيون أنا hôpital na liberté da hôpital na liberté da dit ndini fujur parce que l'hôpital da maadil l'hôpital da ta bakan al gan soin nasok wala ma bakan al souk ma fi wala l'hôpital da wa bakan nas nga jabe conteneur rang et placer fi bakan dans l'hôpital et ouvrir boutique ouvrir restaurant ah da wala ma ke ma fi hôpital da wala makema fi kan mardan al hawan kan jada ni sikif ah kan mardan kan jara ni sikif da kusup da kunas da ku mardan ni sikif da wala maadil. Donc gani profiter ni urnas kulu al gay kutu contre nom fi derip fi la sa caniveau gay kasuru caniveau da maadil ميري جاي دجاجي كمام دول كلو كاناس اليسا ما دجاجي كونتينرام اليسا ما دجاجي اتو دالا نام ال بارتو بارتو دا كاناس دجاجي فيل دا عندنا كلو ميري كلو عندنا كلو. دونك كالي بوبولاسيون اي دي ميري كاناس يالغا باسا ان فوت كالي كاميون فوت ولا ماشي لي كونتينر تكودو في راسا دريب شيشي دي كونتينر تكودو في راسا غودرون et tu barres d'arrip coule les nas parce que c'est affaire nak dans la maadil ville benor manaw. هذا وقد تتواصل حملة الإزالة وتنظيف الشوارع حتى يتم تنظيف واجهات العاصمة بصورة حسنة تسر الناظرين.